محمد فهد المطيري، وهذا خالد عبد القدوس، يا 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 على الهدف هذا الحلو. عبد الله نهار الفضلي ختامها مسك، ختامها مسك في الوقت المتبقي في الدقيقة 46، وهدف يصنع الحقيقة خالد عبد القدوس ويكمل هدف جميل جدا. شوف 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 ثنائية، شوف البريتشي لخالد عبد القدوس، وشوف خالد عبد القدوس لما يمرر صح، وشوف خالد شوف 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 خالد لما يقطها لعبد النهار، شوف عبد النهار شلون حطها، شوف عبد النهار شلون حطها، يا سلام، بثقه بثقه عبد الله نهار الفضلي. والهدف الثالث في الدقيقه 46 من شوط المباراه الثاني، منتخب الكويت 3 اهداف، منتخب سنغافوره 1، على الاستاد الوطني في سنغافوره في هذا اليوم 4.